مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند الأخ محمد الشمالي. مشاهدينا الكرام، الأخ محمد تزاد في بلجيكا، الوالدين ديالو مغاربة، عنده الآن حوالي 50 سنة. الهدف الأسمى عنده في الموضوع، وخد زاد في دولة أوروبية ولكن الدم ديالو مغربي، تزوج، عنده 3 وليدات. الهدف الأسمى أكثر عنده في الموضوع أنه يستثمر في بلاده. مشاهدينا الكرام، في حوالي 2012 فكر في الموضوع، مشى الأصل ديالو منين كبر والديه اللي هو مدينة طنجة، شرى أرض، تبع جميع الشروط القانونية في الموضوع. من 2012 من الطبيعي جدا أنه فيما يخص إتمام الإجراءات، فيما يخص بالضبط تسجيل التحفيظ، كتطلب وقت، لأن المؤسسات لها دور كبير في هذا المجال في إطار الأبحاث حول المسطرة ديال العقار، حول الأرض، حول مجموعة من النقط التي تميل، هل الأرض خاضعة للقوانين، نعم أم لا. في 2018 سجل وحفظ، يعني الأبحاث كانت من 2012 حتى 2018، وهو كيمشي وكيجي باش يوصل الهدف أنه يكمل الإجراءات دياله. في 2018 محمد اطمأن أنه سجل وحفظ الأرض، جميع الشروط والقوانين دارهم، إلا أنه يفاجأ، وهذا هو اللي غريب، من بعد 2018 الأرض ما بقاتش دياله، من مورا نسجلها وحفظها. كيفاش؟ علاش؟ غادي نشوفوها معاه. وكذلك المبلغ باش شرا هاد الارض ماشي مبلغ سهل، تعب فيه بشكل كبير. في الاخير تلقى راسو بحال هي الان في الدكتوراه باش يجيبها الحق ديالو، والصوره واضحه كما كتشوفوا معايا في الوثائق. قصه محمد قصه صعبه وفيها افاده، لانه هذا مهاجر مغربي له حقوق وعليه واجبات. محمد تسجلات تحفظات كل شيء مزيان، شويه لقيتيها ماشي ديالك بوحدك، كيفاش علاش؟ السلام عليكم، انا كنقدم راسي، انا محمد الشمالي، ساكن على برا وخلق على برا. يعني كانوا عندي شي فليتات ديال وليداتي، وشريت واحد التريف في الارض في طنجة. هاد القصة كيفاش بدات؟ باش لعزك نجي نستثمر في بلادي، على اساس بلادي هي امي. الساعة اللي جيت في 2019 قالوا لي يا سيدي الارض ديالك داخله في واحد جريده رسميه. انا ما في راسي ما نعاود، ما عرفت شنو هي جريده رسميه. خفت على راسي وبديت كنبحث، كنقول يا ربي شنو واقع. بديت كنبحث، كنشوف بان جريده رسميه يعني الارض ديالك داخله في واحد البروجي. ديك البروجي اللي داخل فيه ما عرفش، قل سبحان الله شنو واقع. واش هاد البروجي، واش هاد الشركة اللي دخلت لي على الأرض ديالي، واش غادي يقلعوني يعني من العروق؟ واش غادي يخليو لي 50 متر، يخليو لي 100 متر، يخلي 1000 متر؟ يشاوروا معايا. يعني دخلتي يعني الأرض ديالي في جريدة رسمية، جريدة رسمية ما كتخرجش هيدا، يعني كتكون مؤسسات كيتجمعوا مع بعضهم الإدارات، ومن بعد كيتجمعوا ساعتها كيعطيو واحد القرار عاد كتخرج بأن هاد الجريدة كتكون أوفيسيال. رانا لاسك بديت كنبحث، كنقول يا ربي واش غادي تقلعوني مره. هضرت مع الشركه، صعوبات 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 باش توصل لعندهم، صعوبات. يعني نهار اللي كتبوا عليا في الجريده الرسميه ما صيفطوا لي والو، ما صيفطوا لي لا نوتيفيكاسيون، لا قالوا لي بان الارض محاديه، ما قالوا لي ما كان شي بروجي، والو 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 والو. بقيت سبحان الله مستعجب، كنقول يا ربي شنو واقع. جيت لاسك، انا بديت كنبحث على راسي، دقيت على ديك الشركة، جلست معاهم بالصعوبات بالصعوبات باش جلسوا معايا. جلست معاهم قلت لهم يا ربي شنو واقع، وضحوا لي شنو واقع في هذا البروجي. شا هما قالوا لي بان الارض ديالك داخله في واحد البروجي. قلت له هادشي شحال غادي يدير الوقت؟ قال لي لا، واحد المسؤول ديالهم تما قال لي شوف غادي يكوز واحد الكوفيرنور يسيني غير يسيني، غادي يبداو الاجراءات ديالهم. هادشي في 2019. واخا هاد السينياتور ديال الكوفيرنور، واش غادي يخلصوك في الارض ديالك؟ واش غادي يخليو لك الارض ديالك ويدخلوا حداك؟ بالضبط التوقيع اللي غيوقع ديالاش؟ لا، هذه غير سيناتور. الصعوبه باش تجلس مع الادارات، تعيط لهم في التليفون، قليل فوياك كيهزو، تمشي لعندهم مباشره، قليل فوياك يستقبلوك، مره ما يستقبلوكش، مره كتبقى حيران.
سيناتور فقط، هذه غير سيناتور ديالاش ديال اجراءات، كيقول لك هما الاجراءات ديالو تاك يدوز واحد لا سيناتور ديال الغوفرنور عاد كيبداو هما الاجراءات، الاداره كتمشي الاجراءات. انا لا هسك ماشي عارف شنو واقع، لا هسك بديت كنقول يا ربي شنو واقع، بديت لا هسك كنبحث على راسي عقليا وبديت كنشوف سبحان الله هنا الا سمح لي كنشوف هنا، كنشوف هنا يعني الخطبه ديال سيدنا الله ينصرو 14 اكتوبر 2016 كيقول بان الارض الى دخلت في واحد البروجي يعني ما تتعداوش على الناس، اعطيولهم الثمن على حسب السوق، على حسب لا كونجونكتور، على حسب لافلاسيون. وقبل هادشي كلشي سبحان الله انا كنت ناوي اعمل بروجي تماك، كنت غادي نعمل واحد البروجي ديالي وعامل البروجي ديالي، وقفوا لي كلشي. صعوبة باش تشريها، صعوبة باش تعمل بروجي ديالك، الارض ديالك دخلت في جريدة رسمية، هادي دابا طالعة في عامين، يعني هو النهار اللي مشيت الإدارة قال لي عامين وديكشي غادي تسرح وديكشي غادي، بقيت سبحان الله مستعجب. كنشوف سبحان الله هنا الخطبة ديال سيدنا واضحة، هاهي هنا ديال 2016 14 أكتوبر، كنشوف سبحان الله سيدنا وصى علينا وكيوصي علينا في الخطبة ديال نهار السبت، السبت 20 أوت 2022 في العشية حتى الخطبة الله ينصرو سيدنا، كيوضح بأن الناس على برا ما تصعبوش عليهم، سهلوا عليهم غادي وقدر، وكيوصي كيوصي علينا كيوصي علينا وكيتثبت علينا بأن عملوا دي نوفيل ستركتور، الناس ما خصهمش يجيبوا الصعوبات، الحاجه اللي سهله خليوها سهله، ما نمشي نبقاو نعقدوا، كنبقاو نعقدوا انا عندنا الاسره ديالنا، كنخليو بلاد باش كنجيو الام ديالنا، امنا هي بلادنا، ما كاينش احسن من البلاد ديالنا، كنجيو لبلادنا باش نعملوا استثمار ديالنا. وفي الخطبه سبحان الله ديال سيدنا هي واضحه، الا بغيتي تقراها انت مثلا تقدر تقراها الا بغيتي، هيا انا قرا الا بغيتي، واضحه ارانا لاسك شبرت خطبه ديال سيدنا هنا ديال السبت 20 أوت 2022، ترجمتها بالفرنساويه علاش في البيسي تقدر مثلا تعملها وتسمعها يعني باللغه بالفرنساويه علاش انا خلق على برا، واضح كلام واضح كيقول في لاباج لا ديرنيغ باج يعني الباج الاخرانيه، نو ابلون ايكالمون لا كرياسيون دا ميكانيزم ديدي اوز اورو بو اون ميسيون داكومبانيمون اي دي تالون ماروكان ان اترانجي اي دابوي لور انيسياتيف اي لور بروجي اي لور بروجي، يعني سالي كيستثمروا عاونوهم وقفوا معاهم. دابا العاسك كتمشي للارض وغادي توريوها في التصاور، غادي نوريك لا فيديو، عاملين دي غرياج غرياج شادين يعني ممنوع تجوز من تماك و ستوب ما تقدر تعمل والو، يعني الارض ديالك مبلوكيه، الملكيه ديالك سبحان الله هيا انا الملكيه ديالك هيا هيا اسمح لي هيا محاديه، الملكيه ديالك محاديه نهار 27/7/2020، انت مبلوكي ما تقدر تعمل والو، بديت كنبحث. دابا اللي غريب انه الملكيه عندك انت الاول، شريتي في 2012 باش نبسطوا مع الراي العام، الناس ذوي الاختصاص راه غيفهموا، والناس البسطاء اللي ما غير ملمين شيئا ما بالعقار كنوضحوا لهم الصوره اكثر، انت شريتي في 2012، المؤسسات ديال الدوله داروا جميع الشروط والقوانين والابحاث وما الى ذلك، من 2012 حتى 2018 عاد انت سجلتي وحفظتي حتى كملتي جميع الاجراءات مزيان، امتى غيدخلوا لك هذه الملكيه؟ من مورا ملي وليتي انت ملك اصلي عاد دخلوا لك، وهذا هو اللي غريب اللي تنوي الراي العام اكثر، اذا سمحتي لي درجتيها بالفرنسيه باش نوضحوا فيما جاء على الخطاب ديال جلاله الملك نصر الله. هنا سؤال، هل خصصنا لهم المواكبه اللازمه والظروف المناسبه لنجاح مشاريعهم الاستثماريه؟ صحيح ان الدوله تقوم بجهودات كبيرة لضمان حسن استقبال مغاربة العالم، ولكن ذلك لا يكفي لأن العديد منهم مع الأسف ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية أو إطلاق مشاريعهم وهو ما يتعين معالجته، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع. واخ هنا الناس فهمت القصة والوثائق عندك والجريده الرسميه وتبارك الله انت ضابط الامور، هذه امور واضحه. السؤال اللي عندي معك،
اخر اتصالات ديالك بهاد المسؤولين، شنو الجواب اللي تيعطيوك؟ انت في بلجيكا دابا كدير لا نافيت بلجيكا المغرب بلجيكا المغرب، والوضع ديالك ما مساعدكش لا في ظروف المهنيه ديالك ولا الزوجه ولا وليداتك. عندي ولد، عندي ولد معاو، عندي ولد مريض اونديكابي، الى اونديكابي ها ولد صغير، ولد صغير ها. يعني كتخلي هذا، كتخلي الشغل باش كتخوف الارض ديالك تمشي تبقى غير تشوف. دابا طلعتي في اربع سنين وكتبقى سبحان الله مستعجب، كتقول يا ربي يا ربي شنو كتستنى، شنو كنستنى، يعني شنو كتستنى، كتمشي الإدارة شنو كنستناو، شنو كنستناو. لا الأمور واضحة، أنا هنا في المغرب، يعني المغرب بلاد القانون واضحة. وسمح لي قطعتك واحد الحاجة مهمة بزاف، يعني هاد الخطبة سيدنا سالي كيهضر كيرجع قانون، سيدنا سالي كينطق كيرجع قانون في المغرب واضح. والله عندي الفصل هنا 31 و32 كيهضر، ها شوف تفضل شنو كيقول الفصل 31 و32 واضح. سيدنا الله ينصرو سالي كيتكلم، وكان لازم كنبقى انا مستعجب كيعز بيا الحال كنقول سبحان الله، ها يعني ها كلشي، يعني سيدنا هدار وسالينا، وسيدنا ما كيهضر ما كيتكلم كيكون مجموع كيتجمع مع يعني مع نعاود نقرب معاك السؤال. اخر المستجدات عندك في الموضوع ملي كتجي انت للمغرب كتمشي عند هاد المسؤولين، توقيع ديال الوالي او العامل اللي هو اللي هما تيقول لك نتسناو التوقيع ديالو، التوقيع علاش؟ عطينا الجوهر، وشنو هي الحلول؟ واش هاد الارض غتاخذوها وغتخلصونا؟ واش غادي تشوفوا معنا كما قلتي السعر ديال السوق باش نعرفوا، باش هاد السيد يعرف واش هو عنده الارض ولا غياخذ راس ماله ولا كيفاش؟ لانه هذا امر غريب. شنو اللي وصلتي ليه الان؟ اخر ما قالوا لك الان، اخر اللي جلس الان ما كان راس بالمخياط تستنى. علاش كنستنى؟ انا هاتي اللي ما كتقول لي شي في راسي ما نكذبش عليك، شنو كنستنى؟ يعني انا في 2019 حديتي للارض، 2019 دخلت في الرزيده الرسميه، 2020 حديتي للملكيه صافي انا مبلوكي. دابا هنا في 23 شنو كنستناو؟ انا ما عارف شنو كنستنى، كنبقى مستعجب. سيدنا الله ينصرو حتى الخطبه ديالو وضح، يعني وضح كل شيء واضح، كرجع قانون ما كنبقاوش يعني اللي فهمت انا انه القرار الان لتتبع الاجراءات سنة. لا عرفت السنة الاجراءات اللي هو في محط سرعة قرار الان في التتبع هو الوالي ديال الجهه ديال طنجه كيقول لي غوفرنور واقف، يعني الصعوبات غير باش تستقبلوا يدخلك يعني للشركات. يعني انا كنحاول كن يعني كنكافح ها كنكافح باش يحترموا الهضره ديال سيدنا الله ينصرو. واضح هادشي واضح، داكشي اللي كنطلب انا. حديتي للارض، دخلتي في البروجي ما عاودتي لي والو على البروجي، ما صيفتي لي شي بره واحده، واحده ما صيفتيها ليش؟ علاش؟ النقاش ديالك مع هاد الشركه اللي هي موضوع النقاش معك في الارض اش تيقولوا الاداره ديالهم المدير العام ديالهم؟ المدير العام قلت لك الصعوبات باش يستقبلك، واضح الكلام؟ واضح الكلام. انا كنحارب ما نكذبش عليك، كنحارب وكنحاول نحترم الهضره ديال سيدنا الله ينصرو. واضح الكلام ديالو كيهضر. انا يعني بلادي يا امي، بلادي امي، كلشي واضح. ها الخطبه ديال 2022، الخطبه ديال نهار 16 اكتوبر 2016 2017، الفاس 31 32 واضح، كيعطيك على شهرين، هي واضحه. واش قرا لي هنا يا خي المكتوب؟ المملكه المغربيه زيد مجلس اعلى السلطه القضائيه. واضح هادشي واضح. انا فهمت معك مجموعه من النقاط وكنشكرك لان عطيتيني الاهم في الموضوع، مجموعه من النقاط اخرى غادي نشير لها في الختم، وغنكونوا ان شاء الله متبعين معك الموضوع. دورنا هو ايصال الصوت ديالك مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا. هذه هي حقيقه موضوع محمد في مبلغ مالي كبير وحقه بطبيعه الحال يبغي يستثمر في البلاد، ناقش معنا الخطاب الملكي السامي جلاله الملك، وناقش معنا كذلك الاشكاليات المطروحه في الموضوع. مشاهدينا الكرام، الهدف الاسمى في الموضوع ليس هو النقد من اجل النقد، انما النقد البناء. التمس اخاك عذرا ولو 70 مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرساله اللي كنقولوا للسيد الوالي. ممكن ان تكون ما عندكش بعض النقط على هذا الملف، وهذه فرصة
انك غادي نوضعوا رقم الهاتف ديال محمد ولك من المؤسسات، وما يخول لك القانون انك تبحث في هذا الموضوع اكثر، يتوفر على وثائق اصليه. شرف 2012 الاجراءات ديال طنجة واضحه في الموضوع، كملوا الاجراءات تثبت بانه الارض ما عندهاش مشاكل، سجلوا حفظ في 2018. من مورا ملي غيسجل ويحفظ تلقى اسم ديالو وشركه اخرى مداخله معاه في الجريدة الرسمية، وشركة بين قوسين موضوع النقاش اللي انتم عارفينها. مشاهدينا الكرام، احنا كنوجه لك الرسالة، وهذا هو دور المهنية في الصحافة بطبيعة الحال، اننا موصلوا الرسالة ولكم اتخاذ المتعين اكثر في الموضوع والبحث بدقة مع الافادة بالناتج بطبيعة الحال المعني، لانه هذا السيد هو شاب طموح خدا مسار في الحياة، زاد في أوروبا، عاش في المغرب، والدينا له حق في استثمار طبق الأوامر السامية في الموضوع، ولكن الطريقة اللي كتسمعتوا معنا في التصريح والعرقلة ومن يجيب ومن يستمع لمحمد هو علامة استفهام. أرجوك السيد الوالي والسيد العامل كذلك اتخاذ المتعين أكثر في الموضوع والاهتمام بهذا السيد، سواء في الحق القانوني، ثانيا فيما هو اجتماعي، ثالثا فيما هو استثمار، ثالثا فما هو انساني. الولد ديالو عنده اعاقه وهو كيخلي ولده كيمشي وكيجي باش يوصل لهدف. هذا السيد بغى يستثمر في الارض، حقه، شرى ارض، له اهداف، هذيك الاهداف اللي بغى يدير كلها تبخرت. المآل ديالو شنو؟ انه هو بحال كي هي دكتوره في هذه الوثائق، اي وثيقه تريد هي تتوفر انطلاقا من الخريطه، الجريده الرسميه، القرارات، القوانين، لي زيمايل، حتى المصاريف، من غير باش شرى الارض تكبد عناء السفر باموال طائله كيمشي وكيجي باش يوصل الرساله ديالو. مشاهدينا الكرام، ارجوك وكل من ساهم في الموضوع ومن لهم صله بالموضوع وذوي الاختصاص وكذلك هذه الشركه، تواصلوا مع هاد الناس، لان الجاليه المغربيه هم غاربه وكيتعتبروا القلب النابض للمغرب في الاستثمارات ديالهم، رغم الصعوبات، رغم الوضع الجغرافي لمجموعه من الدول، باش كيحروا هذيك الدرهم ويجي يستثمروا في بلادنا. الا ان البعض له راي اخر بطبيعه الحال فيما يخص من هم محصول على قرار. مشاهدينا الكرام، سوف نبقى متتبعين الملف احمد، وسوف نوافيكم دائما بالجديد الى بطبيعه الحال استجبوا لنا، لو وصلنا لهم رساله انهم اتخاذ المتعين في السيد وشوفوا الحق ديالو. واش هاد الارض غتاخذ الدوله؟ كاين اطار قانوني في هذا الجانب. واش الارض ديالو كاين الخطا؟ نعرفوا. واش 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 الهدف هو اذا كان له الحق بناء على الوثائق اعطيه الحق ديالو. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.